أبنائي طلبة وطلبات الصف الثالث الابتدائي، أهلا بكم في مراجعة جديدة. المضلع هو شكل هندسي مكون من نقط أضلاع أو أكثر. علشان أقول عليه مضلع لازم يتكون من 3 أضلاع أو أكثر. المضلع الرباعي، بيقولي المضلع الرباعي له، أقول له له 4 أضلاع و4 رؤوس. أي مضلع عدد أضلاعه بتساوي عدد رؤوسه، يبقى أي مضلع الأضلاع قد الرؤوس بالظبط. طب لو قلنا محيط أي شكل هندسي، أقول له محيط أي شكل هندسي بيساوي مجموع أطوال أضلاع. أشكال هندسية عندنا كتير، منها المربع، بيقول لي محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4. لو قلنا نشوف شكل تاني من أشكال الهندسية زي المستطيل، المستطيل له برضو 4 أضلاع، ضلعين قصاد بعض طوال وضلعين قصاد بعض قصيرين. فأنا لما باجي أجيب محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض الكل في 2. اليوم، اليوم بيساوي 24 ساعة والساعة 60 دقيقة. طب نص ساعة، أقول له النص ساعة 60 نصها 30. طب وتلت ساعة، تلت ساعة بتساوي 20 دقيقة. الربع ساعة، الربع ساعة 15 دقيقة. طب لو حبيت أسأل على أيام الأسبوع، الأسبوع كم يوم؟ أقول له الأسبوع 7 أيام. أخذنا المضاعف المشترك. في مضاعف مشترك، قلنا أي لما أجي أجيب مضاعف لأي رقم ببتدي من الصفر، أقول 0 في 2، 0 في 3، 0 في 4، ده بدايته. يبقى الصفر هو مضاعف مشترك لكل الأعداد. عايزة أحسب محيط المستطيل ومحيط المربع اللي قدامي. إحنا عرفنا إن محيط أي شكل هندسي بيساوي مجموع أطوال أضلاعه. وأدي المثلث أهو، برضو شكل هندسي. المثلث شكل هندسي بيتكون من 3 أضلاع، يبقى أنا عشان أجيب محيطه مجموع أطوال أضلاعه عندي ضلع 5 وضلع 3 وضلع 5. لو جمعت 5 زائد 3 يساوي 8. طب 8 زائد 5، 8 زائد 5 بيساوي 13. محيط المربع، محيط المربع، المربع برضو شكل هندسي، ممكن أنا أقول مجموع أطوال أضلاعه. هو المربع ليه 4 أضلاع وال4 أضلاع قد بعض. هنا بيقول لي طول ضلعه 3 سنتش. أنا هجمع 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 4 مرات، لا طبعا. طب ما أنا واخدة جدول الضرب، هقول 3 في 4 بيساوي 12. ولو حبيت أجمع هتطلع نفس الإجابة صح. بيقول لي أكتب اسم كل شكل من الأشكال. الشكل اللي قدامي ده طبعا دي أشكال ثنائية الأبعاد. أول شكل عندي اسمه مثلث، بعد كده الشكل التاني مستطيل، وشكل مربع، والشكل الأخير ده شبه منحرف. بكده بنكون خلصنا مراجعتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في مراجعة جديدة.